على شو عم تدوري؟ على برداية لمسح إيدي. قصدي عم دور على محارم لمسح إيدي فيها. محارم؟ ليش المحارم وعندك هالصوفاية؟ فيكي تمسحي إيديكي فيها. تعي لشوف. مو حابة تجربي؟ يلا مسحي إيديكي بالصوفاية وبالبرداية كمان. يلا جربي. شي بيقرف كتير ممتع. بتعرفي شو؟ الرجال كتير مملين، إذا بدهم يمسحوا إيديهم بدهم يدوروا على محارم وبدهم يمسحوا فيهم وبعدين بكبوهم. إذا في صوفاية بتريحنا ومنمسح فيها، ليش لحتى ما نمسح؟ أنا عم قلك هذا بيتي، حتى أنا بتصرف في هاي الطريقة. وكمان كارتيك وسانو وستي كلهم بيعملوا هيك. حتى أنت فيكي تعمليها، يلا تعالي. لا ما بصير، بس هاي صوفايتك، كيف يعني صوفايتي هي صوفايتك، يلا ولا يهمك. شفتي؟ يلا مسحيه. انا بوسع فيك. اهان انت عظيم. اهان العظيم. وليش دمع عيونك؟ لانه ما حدا خلاني. حس اني ببيتي مثل ما عم تحسسني انت هلا. هالشي بيعني لي كثير. وهالصوفاية العظيمه، بقصد انت عم تمنحني هديه كبيره. شكرا لك. شكرا كثير لك. بتعرف انا بصراحه كنت اخذ نظره غلط عنك. شو هي؟ مغرور وعنيد ووقح ودفش واناني. خلص خليهم بلا ما اعرفهم. لا اسمع، وهجومي وانك خلص انسيهم، هدول صاروا من الماضي البعيد. فيكي تنسيهم ماشي؟ مانو كتير من الماضي، هالشي تغير من 30 ثانية يمكن. تمام، المهم تغير، انسي. رح روح على المعبد وادعي لك من قلبي. صح، كمان رح جيب لك خبزة مباركة بالزيت المكرر. الزيت الجديد أصفى وأحسن بكتير بس أغلى. لا لا ما في داعي لكل هذا. ليكي انتي رح تصيري مرت أعز رفيق لإلي، أنا بس عم حاول كون منيح معك بكل الأحوال. كنت بدي أسألك، متأكد أنه أنت عندك أحلام كتيرة عن عرسك، وبدك يا يكون عرسك كتير كبير وحلو كمان، والناس كلهم يمشوا حواليكي وتلفتي انتباههم كلهم. بتعرفي أنا شو رأيي؟ أنت أكيد رح تكوني مثل ما بتحلمي، بس صدقيني هالشي ما رح يصير بسهولة. إذا عملتي عرسك مع سونو أنت رح تكوني بالمرتبة الثانية. تانية؟ أقصدك تاني عروس يعني؟ ايه تاني عروس. وهالشي ما نو عدل لا إلك ولا لعائلتك. إذا حكيته أنا لمايانج بهي القصة رح يزعل، لهيك لازم أنت تحكي معه. بما أنه بدك تتزوجيه بس مو بهذا البيت، صح؟ ايه. حلو، معناتها روحي حاكي مايانج فورا. اوكي. قول مالهيب هيثم، قول مالهيب. سمعت شي صوت؟ لا ما سمعت أي شي. يلا روحي حاكي مايانك، روحي. أوكي. في شي مو صح عم بيصير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.